الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سأل بعض إخواننا عن درس الأمس عن مسألة تتعلق بالإيمان، وسبق الإشارة إلى تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وأنهم أجمعوا على ذلك. وبعض إخواننا يسأل هل العمل شرط فيه؟ فنقول إن العمل لا بد منه لصحة الإيمان، لا بد من العمل لصحة الإيمان. والعلماء رحمة الله عليهم عرفوا الإيمان، قالوا إنه اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، على التعاريف الأخرى التي ذكرت في هذا الباب. فقالوا إن جنس العمل لا بد منه، والسلف اتفقوا على هذا. أما أن يقول أنا مؤمن ومع ذلك لا يسجد لله قط ولا يذكر الله قط أبدا، هذا لا يمكن ولا يقع، يعني أن يقول إنه مؤمن. فجنس العمل يكون شرط في الإيمان، جنس العمل. ويختلف هذا بحسب اختلاف السلف. فالصلاة تركها كفر على الصحيح. ومن أهل العلم من قال إن الصوم، إن من أفطر عمدا فهو كافر ولو لم يجحد. وهذا رواية عن أحمد رحمه الله، اختارها بعض أصحابه رحمة الله عليهم، بل إنهم أجروا هذه الرواية في سائر أركان الإسلام، لكن الصحيح أنه خاص بالصلاة. فجنس العمل شرط في الإيمان، وإلا لا يمكن أن يكون الإيمان، لأن الإيمان عند السلف كما بينوه رحمة الله عليهم واجمعوا عليه أنه لا بد من إقرار وتصديق القلب الموقن الذي يحصل به عمل الجوارح، إقرار باللسان وعمل بالأركان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا والسامعين، قال رحمه الله: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا، ونشهد تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر الناظم رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، ذكر بعد ذلك أمورا مما تزيد الإيمان، وهذا في غاية المناسبة. ومن هذا البيت إلى ما بعده، يعني بعد ما الأبيات التي ستأتي، كلها في التأمل والتفكر والنظر، وهذا من محاسن هذه المنظومة من الناظم رحمه الله، لأنه ذيل هذه العقيدة بما يرسخها عملا. فلا يكتفي الإنسان بمجرد العلم، فالعلم لا ينفع صاحبه ما لم يكن عاملا به. ومن أعظم ما يثبت الإيمان لأهل الإيمان هو ما أشهد المصنف رحمه الله، الذي دلت عليه الآيات المحكمات والأدلة الصحيحة، وما جاء الأدلة الصحيحة في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وما جاء عنه في هديه صلوات الله وسلامه عليه. ذكر رحمه الله بعد ذلك ختاما، كأنه ختام لهذه العقيدة، قبل ما يذكر النظر والتأمل، الإقرار بأحوال القيامة. نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار، يعني الدار في
يوم قيامة حقا ونشهد نقر بأحوال القيامة كلها. وهذا منه رحمه الله بيان أنه يجب الإيمان بأهوال القيامة، والقيامة هو يوم الفصل، هذا يوم الفصل الذي كنتم توعدون. القيامة هي القارعة، القارعة ما القارعة؟ لا أقسم بيوم القيامة. والغاشية فهي تغشى الناس وتقوم بغتة، تقوم بغتة وهي تقوم يوم الجمعة. القيامة وما يكون قبل ذلك من الأهوال فهو داخل في أحوال البرزخ، ما يكون من الموت وتبشير المؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى فيحب لقاء الله، وضده الكافر. هذا اليوم، اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الخلق يبين الحكمة، لأنه لا يمكن في حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق ثم لا يرجعون إليه، لا يمكن، لأنه خلقهم سبحانه وتعالى وأمرهم ونهاهم، ويحصل منهم مظالم وتعدي وتضيع للحرمات وما يكون في هذه الدنيا. وجزاء المطيعين الذين التزموا أمره واجتنبوا نهيه، فمن حكمته سبحانه وتعالى أنهم يرجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله سبحانه وتعالى خلقهم وخلق لهم ما في السماوات، والذي خلق لكم ما في السماوات، وأمرهم أن يتأملوا وينظروا ويعملوا بما أمر الله به سبحانه وتعالى، ثم يرجعون إليه فيفصل بينهم سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذلك اليوم العظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ينفذهم البصر، ليس في تلك الأرض معلم ولا واد ولا جبل، ليس فيها علم ولا واد ولا جبل، حفاة عراة غر، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا هو يوم القيامة، اشتملت عليه من الأهوال عذاب القبر والسؤال، سؤال منكر ونكير، ورد الروح إلى الجسد، ثم بعد ذلك السؤال، ثم تذهب الروح إلى حيث شاء الله. والصحيح أن الأرواح مختلفة، منها ما هو في أعلى عليين ومنها ما هو في أسفل سافلين، تختلف الأرواح، هذا هو الصحيح. جاء في بعض الأرواح نصوص خاصة، جاء في بعض الأرواح نصوص خاصة، مثل حديث مسعود عند مسلم، حديث ابن عباس عند أبي داود بسند صحيح، في أرواح الشهداء، وأنها في أجواف طير خضر تشرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرجعها الله سبحانه وتعالى إلى أجسادها. وفي حديث كعب بن مالك رواه أحمد بسند صحيح، رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن أبيه كعب مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما نشمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده. يعلق، العلقة هي الطعام اليسير، هذا يبين أن الروح تتنعم ويتنعم تبعا لها الجسد، وهذا نوع من ارتباط الروح بالجسد، لأن الروح لها خمس ارتباطات أو خمس تعلقات بالجسد. تعلق الأول لما كان جنينا في بطن أمه، تعلق الثاني بعد ولادته، هذا تعلق أتم، حينما يولد ويكون التعلق أتم، ولهذا في بطن أمه كفي، ولهذا إذا خرج يصيح ويحصل منه لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو حال ثاني. تعلق الثالث
حال النوم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح عند النوم قسمان، مقبوضة، كلاهما مقبوضة، لكنها مقبوضة مرسلة ومقبوضة قبضا تاما. فالمرسلة هي التي يستيقظ صاحبها، والتي قبضت قبضا تاما كما في قوله سبحانه فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والتعلق الرابع في القبر، تعلق الروح بالجسد تعلق القبر. والتعلق الخامس وهو أعظم أنواع التعلقات، تعلق الروح بالجسد يوم القيامة، إما في دار الكرام دار الجنة والكرامة، هذا أعظم تعلق، ولهذا نعيمهم أعظم النعيم وأتم النعيم لشدة ارتباط الروح بالجسد ولعظم النعيم الذي ينعم الله به على عباده سبحانه وتعالى، وأعظمه رضوانه، أحل عليكم رضواني فلا أسخطوا عليكم أبدا، كذلك رؤيتهم له سبحانه وتعالى. وضده حال الكافرين والعياذ بالله في نار جهنم عياذا بالله من هذه الحال. فهذه كلها من أمور البرزخ، وهذه الأمور بسط العلماء كلام عليها وصنفوا فيها مصنفات خاصة رحمة الله عليهم. فالمصنف يقول يجب الإيمان بها كلها وقبولها، هذا هو الواجب على المؤمن، لأنه يسلم فسلم لما قال الرسول ومحمد كما قدم في كلام المصنف رحمه الله ومما جاء به عليه الصلاة والسلام القرآن، تسلم بكتاب الله سبحانه وتعالى سنته عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. تفكر المصنف رحمه الله لما ذكر أصول العقيدة ذكر هذه الأبواب إلى آخر النظم مما يثبت هذه المعاني، والتفكر في آيات الله ومخلوقات الله سبحانه وتعالى، والتفكر في الأنفس والآفاق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال سبحانه ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آيات يريكم برق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وقال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأعظم ما يتفكر الإنسان فيه في نفسه، ولهذا قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يتفكر في نفسه وفي خلقه سبحانه وتعالى على هذا التمام. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. روى ابن حبان بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن عطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير أتيا عائشة رضي الله عنها فقال لها أخبرينا عن قيام رسولنا صلى الله عليه وسلم أو عن شيء من شأنه، فجعلت تبكي رضي الله عنها. ثم قالت أو قال لها أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كل شأنه عجب، كل شأنه عجب عليه الصلاة والسلام. قال لي ليلة يا عائشة ذريني إني أريد أن أتعبد لربي، يعني كأنه يستأذنها عليه الصلاة والسلام في أن يصلي. قالت يا رسول الله والله إني لأحبك وأحب ما يسرك. قالت فجعل يصلي ويقرأ القرآن
حتى ملأ حجره من دموعه، ثم ملأ الأرض من دموعه، تتساقط دموع عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فرآه يبكي فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه الآيات ثم يرفع طرفه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع طرفه إلى السماء ويقول: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، والسماء أمانة للنجوم، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. رواه مسلم رضي الله رحمه الله. قال رحمه: تفكر بآثار العظيم سبحانه وتعالى. وهذا لا شك من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأنك حينما تتفكر بهذه الآثار في الكون فإنه يورث تعظيما لله عز وجل. من أعظم ما يورث تعظيم الله سبحانه وتعالى أن تتفكر في مخلوقات، أن تتفكر في مخلوقات الله عز وجل. والتفكر والتأمل عبادة، من أعظم العبادات ومن أيسرها، وهذا من رحمة الله. العبادات العظيمة التي فيها أجر عظيم من أيسر الأعمال. الله أكبر. انظر إلى الذكر، الذكر باللسان هو أسرع الجوارح حركة وأيسرها حركة، ولا يكنس الإنسان، ممكن يتكلم الساعات الطويلة ويقوم ولا يحس بأي تعب، لكن ما يستطيع يحمل الأحمال الثقيل أو يحمل شيء ولو لدقائق إلا يجد المشقة والتعب، لكن ممكن يتكلم الساعات الطويلة ومع ذلك لا يحس بأي تعب أبدا. فلهذا كان الذكر، ذكر الله عز وجل من أجل الأعمال. وفي حديث أبي الدرداء عند أحمد والترمذي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وش قال لهم؟ ماذا أجاب لما قال: ألا أدلكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ما هو أفضل الأعمال؟ ذكر الله. هذا قال: ذكر الله. يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ولما ذكر صفات أهل الإيمان قال في آخرها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: ولذكر الله أكبر. وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله، وقال: يذكر ليذكر الله في أيام معلومات. يعني ذكر الله يكون مطلقا، يكون خاصا في أيام وفي أحوال. فذكر الله من أجل الأعمال ومن أفضل الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم عن أبي هريرة: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعند الترمذي: المستهترون في ذكر الله، أي الملازمون لذكر الله سبحانه وتعالى. وصح عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما عند أبي الشيخ في العظمة أنه رضي الله عنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ساعة المراد بها الوقت من الزمن، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني وقت يسير. ليس المراد الساعة الآفاقية أو الساعة المصطلع عليها، لا، الساعة المراد بها وقت من الزمن، ولها سميت الساعة التي تقوم على الناس بغتة. ويروى عن ابن عباس شيء من هذا أيضا، وجاء حديث ما لا يصح عند أبي الشيخ العظمة أنه قال: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. وهذا الخبر موضوع لا يصح، لكن دلت
الأدلة من الكتاب والسنة على فضل التفكر والتأمل، وهذا مما يزيد الإيمان. قال رحمه الله: ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد الله. هذا من آيات الله أيضا، صنف رحمه الله ذكر شيئا من آيات الله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال سبحانه: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقال سبحانه: يكور الليل على النهار يكور النهار على الليل. وقال سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فضله ولعلكم تشكرون. لو أن الليل صار سرمدا أو النهار صار سرمدا لا كيف تكون الحياة؟ الله أكبر. يعني طلوع الشمس وغروب الشمس آية من آيات الله، إقبال الليل وإدبار النهار، والفجر وليال عشر، والليل إذا يسر. والفجر أقسم سبحانه وتعالى بالفجر وهو طلوع النهار، وأقسم سبحانه وتعالى بالليل إذا يسر. قيل يسر سار، سار وذهب، وقيل يسر أقبل، وهذا أظهر أن المراد به إقباله، وهذا يرجحه ابن كثير رحمه الله جماعة المفسرين، لأنه هو المناسب لقوله والفجر، لأنه كأنه أقسم بإقبال النهار وأقسم بإقبال الليل، بإقبال النهار. أما لو قيل إنه إذا يعني سار وأدبر يكون المقسم عليه واحدا وهو إقبال النهار، لكن المناسب أن يكون إقساما بإقبال النهار وكذلك بإقبال الليل. ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. وهل الليل والنهار يتعاوران، يأتي هذا ويذهب هذا، ويكون الليل في هذا المكان ونهار في مكان آخر في الكون، سبحانه وتصرفه يدبر كيف شاء. تأمل بأرجاء السماء جميعها، تأمل بأرجاء السماء جميعها، تأمل بتأكيد جميع السماء، تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. كواكبها وقادة، كواكبها وقادة مبتدأ وخبر، لأنه أضيف إلى الضمير في هذه الحالة زالت نكارته. كواكبها وقادة تتردد، كواكبها وقادة تتردد. وهذه الجملة الفعلية خبر ثاني، خبر ثاني. تأمل بأرجاء السماء جميعها في آفاق السماء وانظر، ترى الآيات الساطعات والدلالات الواضحات على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. كواكبها، الكواكب يشمل جميع النجوم الصغار والكبار وما فيها من الآيات. ترى هذه النجوم وهي نجوم عظيمة، تراها كأنها نقطة في السماء. هذه النجوم تراها في الليل بينك وبينها المسافات الطويلة والعظيمة، وأهل الفلك يذكرون مسافات الله أعلم بها، المقصود أن بعدها بعد عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن سعيد الخدري: إن أهل الجنة، يعني أهل الجنة في الجنة، لا يتراءون أهل الغرف، يعني الذين في الغرف العليا في الجنة، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون، أي تتراءون الكوكب الدري الغابرة أو الغارب، روايتان في المشرق والمغرب، ليس فوقك لا، الذي لأن الذي عينك شمالك يكون أبعد،
يعني الجنة، يرى أهل الجنة في هذه المنازل أهل الغرف العليا كما نترى الكوكب الغابر في المشرق والمغرب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء، هذه منازل الأنبياء لا يدركها غيرهم. قال بلى والذي بنفس بيده أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني أنها لأناس من أهل الإيمان بلغوا هذه الدرجات العليا. نعم. قال رحمه الله: أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. نعم. يقول رحمه الله: أليس لهذا محدث متصرف، يعني ما تقدم من ذكر هذه الآيات العظيمات والدلائل البينات، أليس لهذا محدث متصرف حكيم؟ لأن الحكمة ظاهرة في هذا الكون. حينما ترى الشمس، الشمس لها ميزان، الشمس والقمر بحسبان، وكذلك الليل والنهار، وكذلك سائر ما في هذا الكون محكم. هذه الشمس لو كانت أقرب إلينا ماذا تكون الحال؟ قد تهلك الناس. ولو كانت بعيدة لا يحصل النفع، لكنه سبحانه وتعالى جعلها على قد. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهو بقدر الله وبتقديره سبحانه وتعالى كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر الجنين إذا سقط من بطن أمه يلتقم الثدي، من علمه؟ من علمه؟ الله أكبر، إنه الله سبحانه وتعالى أعطاه وألهمه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا في سائر خلق الله في الحيوانات والنباتات، وكيف تكون الأحوال في الكون على وجه تحصل به المصلحة للناس في أنفسهم وفي مواشيهم وفي زروعهم وفي ثمارهم. حكمة وعلم، حكيم عليم، حكيم سبحانه في شرعه وقدره، وكذلك عليم لا يفوت عن علمه شيء كما تقدم في كلام مصنف رحمه الله. واحد لا يشارك واحد، متفرد سبحانه وتعالى، ولهذا يجب إفراده بالعبادة. وهذه الدلائل التي هي من توحيد الربوبية في حينما ترى من الكون يؤمن بها المسدد الموفق، يعلم أنها هذه الأوصاف لا تكون إلا لمعبود لا يجوز أن يشركه غيره في العبادة سبحانه وتعالى. ولهذا قال بلى، أجاب رحمه الله، وهذا الحرف جواب مختص بالنفي فيبطله، يبطل نفيه، يبطل نفي هذا. ولقال بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تجده. وقول المصنف رحمه الله أليس لهذا محدث متصرف، هذا من باب الإخبار عنه، ولا يجوز تسمية سبحانه وتعالى بالأسماء إلا بالأسماء التي دلت عليها دل عليها أو جاءت النصوص على جهة التسمي، لا على جهة الفعل ولا على جهة الوصف، لابد أن يكون جاء على جهة التسمي. ولهذا يخبر، يقال عند باب الخبر عنه في وصف القديم مثلا، والمحدث سبحانه وتعالى ومدع الكون والمتصرف سبحانه وتعالى، وأنه أنشأ وأراد ويريد سبحانه وتعالى، كله باب الإخبار. فباب الإخبار أوسع من باب التسمي. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى والذي بالأقسم. الناظم رحمه الله تعالى على هذا الأمر، ولهذا يقسم
على الحق، والنبي أقسم عليه الصلاة والسلام، وأقسم الله سبحانه وتعالى، وفي الآيات الكثيرات يقسم المخلوقات، وله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. وهذه الأدلة أو هذا النظر، وهو قول الناظم، أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ هذا أمر تدركه النفوس والفطر، تدركه النفوس والفطر، وجبلت عليه القلوب، حتى من لم يكن متعلما مجرد ما يرى في الكون فإنه يعلم أن هذا بتصريف من حكيم عليم، وأنه خلق خالق واحد سبحانه وتعالى، وحق أن يعبد. ولهذا ذاك الرجل من الأعراب قيل له: لما تعرف ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ الله أكبر. بالفطرة، بالفطرة. هذا مثل ما تقدم أن أهل الفطرة الصحيحة ولو لم يتعلم يسقط أمامه من يدعي علم الكلام، ويعود إلى عقيدته إن وفق وشدد، كما وقع لكثير من المتكلمين رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد. الأرض آيات لمن كان، آيات يستدل بها على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، صنع الله سبحانه الذي أتقن كل شيء. ولهذا في الآية: فأرجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، يعني فيعود إليه البصر خاسئا وهو حسير، يرجع لا يرى شيئا من ذلك على تمام الحكمة والإتقان في الصنعة والخلق والتقدير والتدبير منه سبحانه وتعالى. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، في الأرض آيات من الجبال والنباتات والأوهاد وما يكون فيها من الأشياء النظرة، ومن آيات أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام استسقى صلوات الله وسلامه عليه، استسقى ربه في الحال نزل المطر، آية من آيات الله، دبر الكون سبحانه وتعالى وساق السحاب حتى أمطر ذاك المطر العظيم، وسار وادي قناة شهر كامل كما في حديث أنس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم، فضله ليس ينفد. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. نعم. يقول رحمه الله: وفي النفس آيات، وهذا من جنس ما تقدم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في النفس آيات، من تأمل وتدبر، لا تذهب بعيد في نفسك، انظر وتأمل وتدبر. هذه النفس التي فيها آيات وعجائب، واليوم اكتشف أمور وعجائب تهول منها أهل الاختصاص. وإن كان المسلم مستغنيا بكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، لكن ما جاء في هذا الباب موافقا للحق يستدل به، وإن لم يكن حجة، لا يكون حجة في باب الشريعة في باب الأحكام، لكن حينما يأتي، يعني هذه المسألة حتى إذا جاء شيء مثلا موافق للحق فلا بأس أن تستدل به
وأن تذكره في باب الاعتضاد، لكن لا تجعله أصلا في هذا الباب. فتذكر من الدلائل وما يذكره أهل اختصاص وأهل الطب وكذلك أهل الفلك، هذه أمور تدعو إلى مزيد من الإيمان، لأنها في الحقيقة هي نوع من النظر. هؤلاء الذين أخبروا عن هذه الأشياء كان بعد النظر، لكن من وفق وسدد فهو على خير. لكن كم من ينظر، وكم من آية يمر، كم من آية في السماوات يمرون عليهم عنها معرضون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما تغني عن الآيات والنذر. لكن من نظر بعين الاعتبار والبصيرة فإن هذا دليل توفيقه، فيستدل هو ويخبر ويدل غيره على ذلك، يكون سببا لزيادة إيمان إن كان مؤمن، وإن كان بضد ذلك من الكفر والشرك وسأل النظر ينظر، وإن كان نحن ندعوه إلى التوحيد، لكن إذا سأل النظر فإنه يجاب إلى ذلك ويهيأ له الأسباب والوسائل في باب النظر في هذا الباب. وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد سبحانه وتعالى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو ينظر الإنسان أي حاسة من الحواس كيف كانت في مكانه على وجه الحكمة، انظر إلى الطعام والشراب، مدخله يدخل طيب ويأخذ البدن منه الطيب، ثم بعد ذلك يخرج الخبيث ولو بقي لهلك. قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعمت وسقيت وهديت وأحييت وأغنيت، وهديت وأحييت وأغنيت وأغنيت، فلك الحمد على ما أعطيت. وفي حديث أبي بن كعب: ضرب الله الدنيا مثلا، ضرب الله مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه يعني وضع فيه التوابل وملحه فانظر إلى ماذا يصير، فانظر إلى ماذا يصير. العين، انظر إلى العجائب التي في العين، وهذه أمور يعرفها الاختصاص، وهكذا سائر خلق الإنسان، كيف جعل بعض أعضاء حركتها سهلة يسيرة ولا يشق عليه ذلك، بيديه مثلا وحركته بها أيسر من حركة رجليه، فحاجته إليها تعرض له في كثير من الأحوال. وآيات الله سبحانه وتعالى في الأنفس والآفاق عظيمة كثيرة، والمؤمن يتأمل وينظر ويسأل الله المزيد من الإيمان. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد، ليس ينفد من نفد ينفد، هذه فضائل عظيمة منه سبحانه وتعالى قامت الآيات عليها، ولهذا وجبت إفراده بالعبادة لعظيم فضله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو الواجب له سبحانه وتعالى. ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب ولم يكل العباد إلى عقولهم، لو وكلهم إلى عقولهم لهلكوا لاختلاف عقولهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأخبر رسلهم وأخبر سبحانه وتعالى في كتابه وعلى سنة رسله ما يأجر به عباده من الأجور العظيمة مع الشرائع اليسيرة التي لا كلفة فيها ولا مشقة، بل طاقة الإنسان أضعاف أضعاف ما كلف به الإنسان. ولهذا يعمد كثير من الناس إلى النذور وإلى أبواب من أبواب الخير التي لا تجب، لأن طاقته وقوته أقوى بكثير مما أوجب الله عليه سبحانه وتعالى، لكنه رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. والرسل كذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. وهذا مما أجمع عليه العلماء، أن من كان من غرس الإله
من كان من أهل التوحيد غرست شجرة التوحيد في قلبه أجاب واستجاب، كان من أمة الإجابة. أما من ولى وأدبر فكما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ليس له مسعد في الدنيا قبل الآخرة ونحشره يوم القيامة. قال: ربي لما حشرت نعمة وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أما من أقبل واستجاب فالسعادة والأنس والراحة هي قرينه وهي جليسه في الدنيا قبل الآخرة ويرى أثر ذلك. قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار في نعيم في الدنيا قبل الآخرة، لأن سبحانه قال: إن الأبرار لفي نعيم. فالأبرار في نعيم، لكن نعيم العظيم في الآخرة، لكن في الدنيا في نعيم. وإن الفجار لفي جحيم، مهما كانوا عليه من سعة في الدنيا فهم في جحيم أبدا، لأنه مصادم للفطرة والعقل الصحيح بل للكون كله ولآياته، ولهذا لا يلتئم، لا يلتئم. معنا هو جرم صغير في هذا الكون وهو مصادم لهذا الكون، كيف تكون حياته تعيسة؟ لأنه مصادم للكون. الله سبحانه وتعالى خلق الكون وهو مفطون على عبادة الله سبحانه وتعالى، قال: أتأتين طائعين. كذلك من أجاب وكان من غرس الإله فهو في أنس وسعادة ولذة، والحكايات والأخبار في هذا كثير عن السلف رحمه الله عليهم. والمصنف رحمه الله يشير إلى حديث رواه أحمد بن ماجه من رواية الجراح بن مليح البهراني عن بكر بن زرعة الحمصي عن أبي عنبة الخولاني عبد الله بن عنبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته حتى تقوم الساعة. وأبو عنبة رضي الله عنه اقتلي في صحبته. وهذا الحديث الأظهر أنه لا يصح، فهو إما له علة أو علتان، والأقرب أنهما علتان. العلة الأولى بكر بن زرعة هذا مستور ومجهول الحال، لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان، وابن حبان معلوم توثيقه، توثيق ابن حبان رحمه الله لا يرفع الراوي إلى درجة الثقة بل لا يرفع إلى درجة الصدوق لتساهله، وهذا كلام وهذا بحث معروف لأهل العلم. وأبو عنبة جاء في رواية ماجه وكان من صلى القبلتين، وهذا فيه نظر، والأقرب أنه وهم من أحد الرواة ولعله بكر بن زرعة. وذكر العلائي رحمه الله عن الدارقطني أنه قال أنه ضعيف لأن الجراح بن مليح ضعيف أو لا شيء. وكلام الدارقطني أنا راجعت ترجمة، هو معروف الجراح المليح فيه الجراح المليح الرؤاسي والد كعب والد وكيع، والد وكيع بالجراح، وكيع بالجراح المليح الرؤاسي، فهو والد وكيع ابن الجراح المليح الرؤاسي الإمام المشهور رحمه الله، توفى سنة 97 و100، وأبوه توفى سنة 75 و100. ورواه مسلم، رواه مسلم وهو متكلم فيه. والجراح المليح البهراني لم يروه مسلم، رواه بعض السنن، لكنه يظهر من ترجمته أنها أقوى. والحافظ في التهذيب ذكر قول الدارقطني في الجراح ابن مليح والد وكيع، والد وكيع رحمه الله، ولم يذكره في الجراح المليح البهراني، وهذا أقرب لأن ترجمته أقوى. يحتمل أنه يعني من نقل العلائي رحمه الله ويحتاج إلى تحقيق الكلام فيها. الأمر الثاني أن أبا عنبة لو كان شهد القبلتين لاشتهر وظهر، ولهذا جزم أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري رحمه الله وجمع من أهل العلم بأنه لا صحبة له، لأنه لا صحبة له. كذلك العلائي رحمه الله قال إنه لا صحبة له.
والحافظ في التقريب جزم بصحبته، ومعلوم أن التقريب في مواضع تحتاج إلى تحقيق، ولهذا في الكاشف قال مختلف في صحبته، وهذا أقوى كلام الحافظ ذاك الكاشف، في الكاشف أقوى من كلام الحافظ في التقريب، ولهذا كثير من التراجم في الكاشف أيضا أقوى في الحكم من التقريب، وإن كان يعتريه مثل ما يعتري الحافظ رحمه الله في التقريب في الحكم على بعض الرواة. فالأقرب أن الحديث مرسل مع أيضا ضعف الراوي المتقدم، لكن هذا الخبر تواترت الأخبار بمعناه، وأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا في الأخبار كثير في الصحيحين عن معاوية وعن مغيرة وعن جمع كثير من الصحابة، رواه مسلم عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. عليك بتقوى الله، هذه الوصية هي وصية الله، وقد وصينا الذين أوتوا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم وارجو، يا أيها الناس اخشوا اتقوا رب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد ولده، يا أيها الناس آخر نعم اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله، تقوى الله سبب للعلم، تقوى الله سبب العلم، تقوى الله سبب للفرق بين الحق والباطل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل، كما يقول ابن الوردي في لامية رحمه الله. فتقوى الله إذا جاورت القلب وصل، لأنه على صراط مستقيم، لأنه مجتهد في العمل بالأوامر واجتناب النواهي، وهذه حقيقة التقوى، هو العمل بالأوامر بما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. وعليك بتقوى الله، هذه وصية عظيمة، عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وتجتنب المنهي عنه وتبعد، لعله ولا عندك وتبعد، وتجتنب المنهي عنه وتجتنب وتبعد بعد، نعم ليش تبعد؟ تبعد سير متعدي، تبعد أنت. عليك بتقوى الله في فعل أمره، عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، اجعل بينك وبين محارم الله وقاية، هذا هو الواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى كثير من أصحابه بذلك بالتقوى، وأسبابها كثيرة، لكن من عرف زمامها وأصلها حاز الذروة العليا منها مع اجتهاده في ذم نفسه وعدم الاغتراب. مهما بلغ الإنسان فعليه أن يحذر، قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه لما توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال إن رأسه توضأ نحوضها، ثم قال من توضأ نحوضها، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا في الصحيحين. جاء في رواية عند البخاري
قالها عليه الصلاة والسلام: فلا تغتروا. اللهم صل على محمد. فلا تغتروا، يعني أنه لما ذكر هذا الفضل لا تغتر ولا تنخدع ولا تثق بنفسك، ثق برحمة الله، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفيها حديث، وفي حديث زيد بن ثابت عند أحمد، كذلك حديث مسعود مرية عون بن عبد الله بن عتبة عن مسعود، والحديثان فيهما انقطاع، لكن يشهد أحدهما الآخر: وإني لا أثق إلا برحمتك، لا أثق إلا برحمتك. وكما في الحديث: فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة، إلى ضعف وضيعة وعورة، من وكله لنفسه هلك، فلا تكلني لنفسي طرفة عين، بل يعبد الله عز وجل ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبده. كن مخلصا، وهذا لا شك من أسباب التقوى، والإخلاص شرط لصحة العمل. عندنا شرطان لصحة، ما هما شرطان؟ جب واحد، ما عطنا واحد منها. الإخلاص من؟ والمتحسنتم المتابعة. وهذا في الحقيقة أمر حسن، يعني كون إخواننا يعرفون، يعني معرفة هذه الأشياء التي هي أصول في هذا الباب، يجب علينا أن نتعلمها وأن نتذاكرها، لأن تذاكرها يحييها في القلب. تذاكر العلم يحييه في القلب. كان أهل العلم يوصون بمذاكرة العلم والسؤال عن العلم، خاصة ما يتعلق بأمور التوحيد والعقيدة وأعمال القلوب، لأنها من أعظم الأسباب التي تحيي النفوس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الواجب، هو الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالإخلاص يخلصك من ماذا؟ إخلاص يخلصك من ماذا؟ لكن في باطن القلب شو يخلصك؟ إخلاص الرياء كما سأت. وكن مخلصا واحذر الرياء، والمتابعة من البدعة. قد يكون إنسان مخلص، مثل ما نرى من بعض العباد، قد يكون إنسان مخلص مجتهد ويعمل، تقول له: يا أخي هذا ليس من السنة، هذا يدعى. لا، يقول: كله خير. أقول: لا، من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ الرسول عليه السلام ما فعل هذا ولا عمل هذا، ولو كان خيرا أسبق إليه عليه السلام. لكن إذا كان من أعمال العامة المطلقة التي لا تقييد فيها لا بأس، كونك تعمد إلى عمل لا أصل له وتقول هو خير، هذا لا يصح ولا يجوز، بل عليك أن تعمل العمل الذي اكتمل فيه شرطان: شرط الإخلاص وشرط المتابعة. لكن من عمل العمل مخلص ولم يتابع جاهلا وكان مثل معذور، هذا يرجى له الخير، لأنه في هذه الحال إذا تنبه مثل هذا. ومن رأى من أمثال هذا من هو واقع في هذه البدع عليه ويبين له بالقول الحسن والكلمة الطيبة، لعل الله أن يهديه إلى الصواب. قال رحمه: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. ومن يتوكل على الله فحسبه، وتوكل على الحي المتقي، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. هذا هو التوكل مع العمل، توكل. وما لنا لا نتوكل، يعني التوكل عليه سبحانه وتعالى، عليه، يعني التوكل عليه وقد هدانا سبلنا سبحانه وتعالى، فالواجب هو التوكل عليه سبحانه وتعالى. وتوكل، توكل على الرحمن حقا وثق به، ثق به، لا تثق بنفسك، لا تثق بنفسك،
ليس معنى ذلك أنك ما تعلم، لا، سنيعمل أسباب ثم يقدم، لكن حين يعمل هو قلبه معلق بالله، والأسباب في الدنيا أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، عمل الأسباب العظيمة ومع ذلك كان أعظم الناس ضرورة ولجأ إليه سبحانه وتعالى. تقدمت قصته عليه الصلاة والسلام ودعاؤه تلك الليلة، ليلة 17 رمضان، ليلة الفيصلة، ليلة بدر، عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا يحصل به الكفاية والغنى حقا، هذا هو الغنى. الغنى الحقيقي هو استغناءك بالله، الغنى غنى القلب، ليس كما قال عليه الصلاة والسلام الصحيح، ليس الغنى عن كثرة العرض أموال الدنيا، لا، الغنى غنى النفس، هذا هو الغنى، هذه أعظم نعمة. أما إذا لم يكن غني النفس فهو فقير، لو ملك الدنيا كلها، لو كان لابن آدم واديا، لو كان لابن آدم واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. صحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقيل إن هذه كانت آية كانت تتلى ثم نسخ يعني لفظها، لكن معنى صحيح. فهذا هو الغنى الحقيقي، أن تستغني بالله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: من يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبر له، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الله أكبر، هذا العطاء الحقيقي. ولما سألوا حتى أحفوه قال: مهما يكن من عندي فلن أدخر عنكم، لو كان عندي مثل هذه العظة شجرا مالا، أو مثل هذا الشجر مالا، لقسمته بينكم. يقول عليه الصلاة والسلام، حتى في غزو الغزوات لما كثر عليه الأعراب ولجأوه إلى سمرة فعلق رداءه بها، فقال: أعطوني ردائي، لو كان عندي مثل هذه العظاة، هذا الشجر مال، لقسمت عليك، ولا تجد بخيلا ولا كذابا ولا جبانا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. توكل على الرحمن وثق به، يكفيك ما يغنيك حقا، وترشد إلى الصواب والحق. نعم. قال رحمه الله: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجا، هما كجناحي طائر حين تقصد، وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. نعم، وهذا مثل ما تقدم من وصايا المصنف رحمه الله، يوصي هذه الوصايا العظيمة بالتفكر والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وعمل الطاعات والخيرات والازدياد منها، وبتقوى الله سبحانه وتعالى، والتزود من الخيرات. ثم بين لك مفاسد قد تفسد عليك حياتك وتفسد عليك الطاعات. تصبر عن العصيان، لأن المعاصي قد يحصل للإنسان ضعف أمامها، ولقد صبر عن العصيان واصبر لحكمه، صبر، ولمن صبر وغفر، قال: يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لأن هذا من أعظم أسباب العين، من أعظم أسباب الإعانة على الخير. وقال سبحانه وصية الأنبياء، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني حينما يرى من أهله شيء من التفريط والعصيان عليه يصبر هو عن المعاصي، وعليه يصبر في دعوة غيره من أهله وأصحابه وجيرانه الخير، وتصبر عن العصيان. وقال عليه الصلاة والسلام: من يتصبر صبره الله. والصبر من أعلى الأخلاق وأجلها، لأنه مشتمل على أخلاق عظيمة
ولهذا قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم أجره لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. لماذا؟ قال العلماء في أقوال كثيرة، نحو 10 أقوال أكثر، لكن أقرب الأقوال في سبب تخصيص الصوم بذلك أن الصوم كالإيمان، جميع الأعمال لها أثر في الجوارح إلا الصوم فهو مجرد إمساك، لا تفرق بين الصائم والمفطر أبدا. إنسان يصوم ما تدري، حتى يقول لك أنا صائم، لكن المصلي تراه، الحاج تراه، المزكي تراه يزكي، الذاكر تراه، وهكذا سائر أعمال الجوارح فإنها لها حركة في البدن. أما الصوم فهو إمساك بنية من أول النهار إلى غروب الشمس، إمساك بنية من أول النهار، إمساك عن جميع الفطرات من أول النهار إلى أو من طلوع الفجر إلى غروب تمام غروب الشمس، فلهذا كان له هذا الأجر العظيم. وصابر على الطاعات علك، أي لعلك تسعد، كما تقدم أن السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكل يبتغي السعادة، والسعادة طرق الناس فيها كثيرة، لكن أهلها الحقيقيون هم المغبوطون، هم المقبلون على دين الله سبحانه وتعالى، المقيمون لحقوقه وحدوده. ومن أعظم الأسباب التي تمنع العبد من المعاصي علمه بقبحها ودناءتها، والله عز وجل حرمها صيانة للعبد، هذا من رحمة الله، لأن المعاصي دناءة، كما يقول القيم رحمه الله في طريق الهجرتين إنما حرمها سبحانه وتعالى كراما للعبد، لكرامته حرم عليه هذه المعاصي لأنها دناءة وسخف ومهانة، فإذا ارتفع عنها رفعه الله سبحانه وتعالى. ومما يعين على ذلك هو استحضار أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، حين يخلو بريبة أو معصية فاعلم أن الله مطلع عليك. كذلك يجتهد العبد كما يقول القيم رحمه الله أن يقوي سلطان المحبة في قلبه، محبة لها سلطان، لها سلطان لأن ليست مجرد محبة، محبة مع إجلال، المحبة بلا إجلال هذه لا تنفع، المحبة مع إجلال، إنسان ممكن يحب مثل حب مشاكلة، حب مؤانسة مثل ما يحب أولاده قراباته أهله، لكن محبة الله محبة إجلال وهيبة، فإذا أحب الله سبحانه وجل في قلبه فإنه لا يقارف المعاصي. استحضروا كما يستحضر الطلاعة، فإن في قلبه الإحسان الذي يجعله يتركها إجلالا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له، لأنك إن كنت محب تزعم حبه، يعني إذا كان يزعم الحب وهو يعصيه، إن المحب لمن يحب مطيع، مطيع، إذا كنت تحبه فالمحب لمن يحب مطيع، والله حرمها فأطيعه، لكن هذا لا ينفي العبد يقع ويضعف، فعليه يرجع ويتوب حتى يكون الشيطان هو الأبعد، فإذا وقع في الذنب عليه يتوب ويندم، وقد يكون حاله بعد الذنب خيرا من حاله قبل الذنب. وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد، وهذا مثل ما تقدم أيضا سبق الإشارة إليه أن الواجب على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء، وهما جناحان للطائر، والطائر يستقيم بهذين الجناحين، فإذا مال أحدهما فإنه لا يستقيم، ولو ذهب جميعا قد يهلك، الخوف والرجاء. أيضا معهما أصل ثالث، ما هو؟ الخوف والرجاء، هذا الخشية والحب محبة، نعم المحبة، هذه ميزان، هذه ميزان، إذا جمع هذه أصول ثلاثة
تجعل العبد يسير مطمئناً آمناً حتى يلقى ربه وهو على صراط مستقيم، وقلبك طهره من كل آفة، وكن أبداً عن عيبه تتفقد. وهذا الوصف أيضاً كما تقدم إشارة إلى قوله سبحانه الوصف المخافة والرجاء، هذا هو وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. رغباً هذا ما هو؟ الرجاء. ورهباً الخوف. وكانوا لنا خاشعين. شوف رهباً ورهباً، شوف وكانوا لنا خاشعين، يعني خشوع، ليس خوفاً مقلقاً، خوفاً مزعجاً يدعو إلى القنوط، لا، هو يخاف لكن لا يخاف خوفاً مزعجاً، لأن ما زاد عن الخوف المطلوب لا حاجة إليه، قد يوقعه في نوع من اليأس والقنوط. وهذا ضرب له العلماء أمثلة في مسألة الخوف المعتدل وأن يكون خشوع، ولهذا وصف الله للعلم بماذا؟ إيش قال العلماء؟ إيش قال؟ إنما يخشى الله من عباده، قال يخشى الله من عباده، خشية مع اطمئنان، ولهذا حينما تكون خشية تكون مع اطمئنان، ويكون في قلبه سكون، فيجمع بين الرجاء والخوف المعتدل الذي لا يزعج ولا يقلق، يوقعه في شيء من القنوط مع المحبة، وهي الأصول الثلاثة في هذا الباب. وقلبك طهره من كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد، وأن هذا الواجب، لأن هذه الأخلاق إذا وجدت ولم يعالجها العبد قد تفسد أعماله، فلهذا أمر سبحانه وتعالى، أمر يعني تزكية النفوس سبحانه وتعالى، ولا يزكي نفسه، لكن هو لا يزكي نفسه، لكن يعني معنى أنه يمدحها، إنما يطهره يزكيها، معنى أنه يخلصها من الدنايا والآثام حتى يكون أتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى سبحانه وتعالى. فالتقوى تكون بتزكية النفوس من الدنايا والمعاصي، بتطهير القلب من الغل والحسد إلى غير ذلك من أعمال الشر، ويتعوذ بالله من شر سمعه وبصره، كما أيضا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلل سخيمة صدره كما في حديث ابن عباس، واسلل سخيمة صدري، واسلل سخيمة صدري، اللهم طهر اهدي قلبي واسلل سخيمة صدري. لعلنا نقف على هذا ونكمل غد إن شاء الله.